الله فيك. فيكم إن شاء الله. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، يعني يتساءل كثير منا وأنا واحد منهم، الدعاء المستجاب، وحضرتك تفضلت الآن بالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: يا سعد أطب ما طعامك تأكل، مستجاب الدعوة. كان سعد مستجاب الدعوة، فلماذا لا يستجاب الدعاء؟ أكيد السبب الأول أن طعامه ليس حلالا، لأنها معادلة كيميائية. أطب ما طعامك تأكل مستجاب الدعوة. لن يستجاب الدعاء عندما لا تطب المطعم، هذا أمر. الظلم، الظلم إذا ظلم، أو حتى قالوا إذا بليت بمن يظلمك أو بحاكم ظالم اترك الظلم يهدي الله الحاكم الظالم، لأن الظلم هو الشيء الذي الوحيد الذي حرمه الله على نفسه. نعم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فلا يعني أظلم زوجة وأظلم أولاد وأظلم جار وأظلم صاحب عمل وأظلم موظف عندي وأظلم إنسان ضعيف، سبحان الله. هذا أيضا من أسباب عدم استجابة الدعاء. ثم سئل إبراهيم بن أدهم، قالوا: يا إمام لما لا يستجاب دعاؤنا؟ قال: لأسباب ثمانية. هو أجملها رضي الله عنه، إجمال عجيب. قال: عرفتم حق الله ولم تقوموا به. عندما تسأل إنسان يعني تدرك مقام الله يقول نعم، يعني تخاف مقام الله يقول نعم، طيب لكني أراك تتعامل بالربا، لا مسألة بسيطة. الله، فأين مقام الله هنا؟ الله حرم الربا يا شيخ، سبحان الله. تقول لآخر: يا أخي أنت المال، مال من الذي في يدك؟ فإذا كان ورعا تقيا يعني يدرك، هذا مال الله. هل هو مالك أم مال الله؟ يقول مال الله، وما تصنع به هذه أمانة عندي، الجسد والمال أمانة عندي. طب لماذا تدخن؟ يقول والله يا أصلا التدخين يا سيدنا الشيخ مكروه. يقول كويس، مكروه مع أن غير مفتي أساسا يا أيها المدخن، ولم تدرس الأصول ولا تعرف ما معنى مكروه أو حرام شرعا، وحرام شرعا طبعا بالنصول. فأقول له: تشرب كم سجارة في اليوم؟ يقول والله أنا أشرب 20 سجارة مثلا. ده هذا على الأقل يعني مثلا يعني ربنا يهدي ربنا يهدي. فأقول له: إذا شربت 20 سجارة والسجارة مكروهة، ألا يصحح 20 مكروه بحرام واحد؟ يعني مكروه زائد مكروه زائد مكروه زائد الرقم 20 ألا يساوي حرام؟ ثم انظر دعيك عن ناهيك عن النصوص التي هي كثيرة، لكن أقول هذا الكلام لأن كثيرا من شبابنا وأبنائنا الذين نعد يكونوا في العدة أن العقل الجليم في الجسم السليم ونريدهم أشداء أصحاء حتى يسيروا حركة المجتمع، تجد يدخن، وربما هو طالب يأخذ ماله من أبيه وهو غير أمين والولد في مال أبيه راعي ومسؤول عن رعيته. هل يستطيع مدخن؟ يعني أنا أستطيع أنا وأنت أن نعطي رغيف خبز لفقير؟ نعم. نعطي كساء عندنا لفقير، هل يستطيع مدخن أن يقول لفقير خذ سجارة لله؟ هل يستطيع مدخن أن يتصدق بسجارة لله؟ لماذا عندما يرى المدخن رجلا ذا هيبة أو ذا علم أو ذا قيمة أو أباه أو عمه يوارث لماذا يواريها؟ ها؟ سبحان الله. يعني حتى يا سبحان الله كلمة الإدراك عند الحيوان يدرك الحلال من الحرام. ضع للقطة قطعة لحم بجوار تأكلها هانئة، لو قطفتها تجري بها. حتى في مدلول اللغة العربية كلمة حلال وحرام، هل يستطيع إنسان أن ينطق كلمة حلال بفم مغلق؟ لا، حلال لأنه في النور، حرام في الظلام. لماذا يخبئ السجارة؟ لأنه يستشعر أن أمر ما، ولأنه يأكل لقمة أو يشرب وأنا دخلت عليه أو دخل عليه والده يكمل لأنه لا يصنع شرا. الحس موجود داخلي، ولكن نحن نتنكر لفطرتنا. عرفتم حق الله ولم تقوموا به، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه، قال الله لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي، أيقنتم أن الموت سوف يدرككم وما أعددتم أنفسكم له، وإذا قمتم من نومكم، هذه أخطر الثمانية، إذا قمتم من نومكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأنا يستجاب لكم. يا الله، أنا عندما أفترش عيوب الناس أمامي صرت متكبرا، والمتكبر ده لا عمل يقبل عنده أساسا. خلاص خلاص دعاء من دعاء ومن هو أصلا هو متكبر وأشعر أن الطينة أخرى. أنا 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 كل أنا يجلس مع أي إنسان يقول أطباء علم النفس
إذا سمعت في مجلس واحد في ساعة واحدة كلمة أنا من إنسان أكثر من 5 مرات فهو مريض نفسيا. هذا على علم النفس. سبحان الله. أنا عديت عنده صارت الأنا خلاص. أنا يرى نفسه. عمر بن الخطاب يحمل حزمة حطب يقول عبد الله بن عمر ما هذا أمير المؤمنين؟ قال أرادت نفس أبيك أن تستشرف فأراد أن يضعها. يا سلام. سبحان الله العظيم. سلام. أبو بكر لما تولى الخلافة كان يحلب للأرملة وبناتها الناقة. الناقة سبحان الله العظيم يمر أمام البيت فيسمع البنت تقول من يحلب لنا شيئاً من يعني لقد صار هذا الرجل خليفة يعني هذا الحلاب سبحان الله صار خليفة. والله لن يحلب شيئاكم إلا أبو بكر. لا إله إلا الله. يعني بعد يصلي الفجر ويذهب يطرق الباب ويدخل واحد ويقول أرغي أم أصرح كمان يعني يعني نوع اللبن والله رايب نوع اللبن يعني نوع اللبن يعني نوع اللبن يعني منزوع الدسم أم كبر الدسم والله هؤلاء هم الذين بهذا التواضع هذا يدعو يستجاب له طبعا إخبات القلب لله وتواضع العبد لله عز وجل يجعل الدعاء. ثم قضية الاستعجال نحن خلق الإنسان من عجل. أولا الله سوف يستجيب لي في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي أريد وبالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي أريدها أنا. لا العالم لا يسير وفق هواي والإنسان يظن أنه إذا حلت مشكلة حلت مشكلة العالم. لا هناك في كرب عام وكرب خاص وإذا